بكمل شكر لبقية الناس، احب اخد اخويا وصديقي وصاحبي وحاجات كتير قوي كتير قوي كتير قوي كتير قوي. يا استاذ طارق صباح الفل عليك. صباح الخير يا استاذ محمد، والف مبروك، ديكور جميل جدا وشيء جميل جدا، وابتسامتك الحلوه على الشاشه يعني جميله ربنا وشيء يخليك. جميل جدا. بس انا عاوز اقول لك احييك على حاجه جميله جدا، ان انت اتفضل. بتنسب الفضل لاصحابه. يعني انا شاهد، انا عاوز، ما كنتش عاوز انزل الصور اللي انا واخدها لحضرتك وانت بتصنع بايدك المكتب، وانا حقيقه بقول للساده المشاهدين يعني لو سمح لي استاذ محمد انزل الحاجه دي هنزلها، لاني حقيقه انا طبعا وده يعني كنت ممكن انزلها ما كانش هيزعل، بس انا دايما احب احط المبدا ان انا استاذن صاحب الشيء قبليها. فانت بصراحه يعني اديت، يعني كنت شغال بايدك وبتعمل والديكورات وبتعملها بايدك، وده بيؤدي لايه؟ ان انت بتوري لكل الزملاء اللي موجودين ان مش حتى لو انا رئيس، لكن انا في نفس في البدايه انا بشتغل معاكم ايد بايد يعني. والحقيقه كمان زميل اسامه اللي اشتغل مع حضرتك ده انسان مخلص وانسان جميل جدا وانسان عامل يعني شغل مع حضرتك يعني، لكن انا غيران بقى منك بصراحه ليه يعني. طيب بس؟ لا انا اقول لك ليه، ده انت أنا يعني بتعلم مش منك انت، يا أستاذ طارق. لا 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 احنا اللي لا بنتعلم بتعلم منك منك برضه، والله. لا 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 احنا اللي بنتعلم منك يعني. انا اساسا انت عامل الشاشه والحاجات الجميله دي جدا في، فاحنا طمعانين ان احنا نطلع مره بيها بقى يعني كده يعني نعمل للجميع والله، للجميع للجميع، مش لبرامج لبرامج، لا للجميع. إحنا للجميع والله، إحنا واخدين ولسه اللي جاي أقوى وأقوى وأقوى. انا عارف ان شاء الله ان اللي جاي هيكون اقوى. إن شاء الله. وانا بس امنيتي يعني الحقيقه الشاشه بقت تتطور وكل ده جميل جدا بنشوفه التطوير ده على الشاشه، وطبعا جو ميديا يعني الحقيقه بتعمل شغل كويس جدا وعامله شغل، ودايما بدات تاخد الفكر الجميل جدا اللي هو ان مش اي برنامج بيطلع، لا ايه هو البرنامج ومضمونه وايه حقيقي فيه عشان ترجع قناه الصحه والجمال الى ايه عهدها الذهبي. وانا اعتقد ان عهدها الذهبي هيكون ان شاء الله باذن الله هيكون في ايديكم مع جو ميديا يعني، وهتعمل شغل كويس جدا. ولكن انا سعيد جدا 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 بالشكل الجميل الديكور الجميل ببساطته، رغم ان هو مش بيتكلم لكن شيء جميل جدا بيبهر العين وبيبهر فيه ويخلي همشيها مش متكلف ده يا استاذ طارق. حاضر. ده بصراحة شغل كويس وشغل جميل، وانا عشان كده انا حابب ان انا يعني كنت لو والله لو يعني كنت قلت لي تعالى كنت جيت، بس بقى هنعمل ايه بقى؟ من تنورني في اي وقت يا استاذ طارق، طبعا وانت طبعا. استاذي اللي بتعلم منك لا دايما لا لا كلام. مش انشر تعالى الصور، كنت انشر الصور براحتك، انا عادي جدا. انا من النوع اللي بيعمل، بحب اعمل بايدي، بحب اشتغل بايدي. اللي قريبين مني عارفين جدا كده، انا بحب ممكن لو في حاجه قدامي بروح انا اشتغلها بايدي، طالما انا شايفها برؤيه معينه ان انا اعرف اعمل الشيء ده بعمله. انا بحب شغلي جدا، ولما بحب شغلي بحب انفذه زي ما اكون انا عايز، واحيانا باخد وقت او مجهود علشان اوصل لقدامي انا ايه اللي في دماغي عايز اعمله. فلو شرحت له مره او اتنين لقيته مثلا مش واصله له الفكره، لا بشتغل انا بايدي ايا كانت. استاذ طارق انا بتعلم منك كتير جدا، لا لا وتحياتي لا ليك ابدا، انت وصباح اخ الفل عليك. واستاذ ومش وليك هنفع، خبرتك. مش هنفع اسيبك الا لما تقول رساله للي بيشوفونا دلوقتي. رساله بنقول لهم رساله تفاؤل. احنا النهارده في ليله منتصف شعبان، ويعني خلاص الليله عدت، لكن اللي ما لحقش يصلي صلاه كل سنة وانت طيب يا استاذ القيام. طارق، نعم، كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا استاذ محمد وكل قناة الصحة والجمال وعيلتك كلها يا رب هم بخير ان شاء الله. يا رب يا رب. انا الرسالة اللي انا بحب ان انا اوجهها لشخصين، الاولانية لجمهور قناة الصحة والجمال، وبقول لهم تابعوا قناة الصحة والجمال هتلاقوا كل ما هيفيدكم، وسواء اجتماعيا طبيا سموها زي ما تسموها. وما تنسوش ان احنا ندعي ان ربنا يبعد الوباء والبلاء عن الامه الاسلاميه، وان شاء الله تكون رمضان يخش علينا، وان شاء الله وربنا يكون راضي علينا ان شاء إن الله. شاء الله بإذن الله. الحاجه الثانيه بوجه رساله لحضرتك والفريق العامل وحما حضرتك يعني ده حقيقي. حماية ليه رسالة خاصة في سايبها في الآخر أنا. لا انا قلت بقى فيه
لان الحقيقه لحضرتك ان انت انسان مهذب ومخلص وصريح وواضح. ربنا يخليك. بنشكر برضه الاستاذ عبد الحميد توفيق ايضا والاستاذ ولي وكل من بيعملوا معاكم، وبنوجه لهم التحيه ونقول لهم كل سنه وهم طيبين. يا كل سنه. ولحماك بنقول له يعني احنا نفسنا نشوفك بقى، ونفسنا تيجي في مصر، ونفسي استضيفك في صحبه وانا معهم، لان انت عندك نبع كبير جدا من الذكريات والكلام الجميل اللي احنا نستضيفك فيه. ومش عشان انت حمام محمد، لا انت محمد بيعتبر ان حضرتك والده. ده والدي. ده والدي. والحقيقه يعني بيشكر فيك جدا، وانا عاوز اقول لك انا نفسي من الكلام الحلو اللي بيقوله دايما عليك الاستاذ محمد رمضان، انا نفسي ان انا اشوف حضرتك. هيجي. وانا ليا عزومه عندك في هيجي اسكندريه قريب، ادعي له بس عشان هو عامل عمليه امبارح. ادعي له بس، هو كان عامل عمليه امبارح وانا قصرت معاه والله لظروف الشغل وظروف الحظر ما قدرتش اروح له، سواء عرفني متاخر، فادعي له بس كده ربنا يقومه يا رب بالسلامه ان ويرجع شاء الله. لنا انا بالسلامه. هصلي بقى، وهو انا بعد وهو ما وعدني هصلي وعدني ان اول ما يقوم هينزل عندي يقعد اكتر من يوم ان شاء الله، ونشوفه ويجي بقى ايه في احنا نعمل له عدلة السمك بقى. والله. لو انت جرب، لو عرفت تعملها معانا، حاولت اعزمه مليون مره ما عرفتش، هو كل مره اللي بيعزمني. لا 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 احنا بقى المره دي هو جاي في ارضنا في ملعبنا، لا ما بتجيش بقى ده شيء، يعني ده شيء، لا ده شيء يسعدنا ويشرفنا استاذ يسعدنا. طارق. كل سنه وانت طيب يا استاذ محمد، الله يخليك. وان شاء الله تعود عليك الايام. ربنا يخليك. وتحياتي للملك وتامر ان شاء الله، تحياتي والاستاذ ليك محمد وفؤاد، وكمان علشان بس ما انساش حد. وفؤاد، تحياتي ليك استاذ طارق، طبعا صباح استاذ الفل فؤاد، عليك. طبعا استاذ فؤاد اتصل بيا وقال لي حضرتك لو نايم فيه، قلت له لا طالما الاستاذ محمد رمضان ده انا اقوم بالنوم. ربنا يخليك يا استاذ طارق، انت اخويا ودايما استاذ اللي بتعلم منك. تحياتي ليك وصباح الفل عليك واحلى تحيه.